السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض درس قميص قميش. سنتعلم في الدرس معنى التسامح وقيمة الترابط والتعبير عن النفس ومفردات جديدة ودور الأم في حياتنا وحب الآخرين. طلب أمير من والده أن يشتري له قميصا من الصوف. قال الأب: يا أمير، لديك قميص جيد. قال أمير: أرجوك يا أبي، أريد قميصا جديدا. اشترى الأب الأمير قميصا جديدا. فرح أمير وشكر والده. وفي اليوم التالي عاد أمير من المدرسة وجلس صامتا وسأل والده: ما لك يا أمير؟ قال أمير: أريد أن أخبرك شيئا فعلته اليوم. قال الأب: ماذا فعلت يا أمير؟ قال أمير: لقد أعطيت القميص الجديد لصديقي في الفصل. الأب: لماذا يا أمير؟ أمير: لأن قميصه ممزق وهو لا يستطيع أن يشتري قميصا جديدا. الأب: بارك الله فيك يا أمير. معاني المفردات: ممزق معناها مقطوع، صامتا معناها ساكتا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سورة المائدة الآية 2. ونكون كده لحد هنا، خلصنا درسنا اليوم.